مئات المتظاهرين في مدينة عزاز بريف حلب خرجوا بمظاهرة شعبية بعد دعوة من ناشطين وإعلاميين للوقوف بجانب أهالي الغوطة المحاصرة بريف دمشق. المظاهرة التي حضرها مجلس عشائر الثورة وأكدوا خلالها على ضرورة فتح الممرات الإنسانية للمحاصرين الذين يموتون جوعا برعاية أممية وصمت دولي. بالريف الشمالي طلعت الناس من هم الريف الشمالي مظاهرات في بداية الثورة كرمال أهل درعا، وهلأ عم نطلع مظاهرات كرمال أهل الغوطة، وهذا تأكيد على أن الشعب السوري شعب واحد نرفض التقسيم. المتظاهرون جددوا مطالبهم الثورية التي نادوا بها في ساحات التظاهر، وأكدوا على ثباتهم بمطلب إسقاط النظام الذي يحاصر السوريين ويهجرهم من بلداتهم، فيما أكد المتظاهرون بأن الثورة انطلقت من الساحات وستبقى لحين إسقاط النظام. الثورة باقية، الثورة في قلوبنا كثوار أحرار، لم تموت الثورة، ونحن دائما وأبدا وبإذن الله سوف نعيد الروح الثورية مثل بدايتها الأولى، ونعيد لها رونقها وبياضها وصفائها الأول بإذن الله تعالى. جمعت هذه الساحة في مدينة عزاز أبناء حلب وحمص ودير الزور، جميعهم من المهجرين، وحدتهم هنا الساحات والمطالب، يتأملون عودة قريبة لأرضهم.